أحييكم من عاصمة ميادين سباقات الهجن العربية الأصيلة، وعبر الهواء مباشرة ننطلق في هذا الحدث المهم، في هذه الانطلاقة الصباحية الجميلة. الصعوب في مهرجان البيت متوحد ينطلقا في هذا اليوم باشتراكهن الثاني، ليكون هذا الدعم الكبير من قبل مؤسسة هجن الرئاسة بإعلان التسعيرة الرابعة في هذا الموسم المسمى باسم شواهين، التي نالت على ذلك السيف. والحدث المهم في عالم سباقات الهجن شواهين المسمى لهذا المهرجان باسمها صاحبة السيف، والتوقيت الزمني الحدث الذي لم يسبق له مثيل في عالم سباقات الهجن المملوكة لهجن الرئاسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. مجسم شواهين وتسعيرة هجن الرئاسة، والمقدمة مع تهاني لمن نزف التهاني في هذا الصباح الجميل. لمن الأماني؟ من يحققها في هذا اليوم عبر قناة ياس؟ سالم بالدحبة بن صقوح العامري محتلا للمركز الأول. المركز الثاني الوصول من فال على مستوى المركز الثاني، وحارب بن مغير بن سالم العميمي يقدم لنا فال. فال فالك الرمز يا مالك فال. المركز الثالث الوصول من رهف القادمة بكل قوة، يقدم لنا رهف محمد بن سهيل بن عويضان عامري. اهالي ند الشبه عينهم على مجسم شواهين بن عويضان القادم. المركز الرابع مناوره عبيد بن سالم بن مصبح الغفلي. المركز الخامس القدوم من نهابه مظفر بن محمد بن خموشه العامري. الخمس المراكز الاولى القادمين بكل قوه، الكيلو المثير. وصلكم ولد السهران، وصلكم ولد السهران مع الياسات علي بن راشد بن مسلم العمري بن السهران. يقدم لنا الياسات من قدم لنا ادنك في الاسبوع قبل الماضي وانتزع مجسم هجن الرئاسة. يقدم الياسات ويذكر الرئاسة بالياسات، ولكن بن عويضان بن عويضان ما زالوا اهالي ند الشبه، اهالي ند الشبه والاهالي السلطنه، اهالي السلطنه، اهالي السلطنه متسلطنين على الرموز. بن السهران يقدم الياسات، وبن عويضان يقدم لنا رهف، وحارب بن مغير يقدم فال. ولكن بن السهران للمرة الثانية، للمرة الثانية في تسعيرة هجن الرئاسة في الأسبوع قبل الماضي، أدنك في تسعيرة إحدى أساطير الرئاسة، واليوم في تسعيرة شواهين. ما الذي يفعله بن السهران؟ أشغل الناس بن السهران، ما خلاهم يناموا. يا اهل السلطنة، هذا حلواكم هذا الموسم، سلام من الله عليكم. يا اهل السلطنة، يا ابن السهران، يا ابن السهران، الرئاسة ما خلت العالم تنام، وماذا انت فاعل يا ابن السلطنة؟ يا ابن السلطنة يقدم اساطير لهجن الرئاسة من خلال المسميات، من
خلال المعطيات والعطاء الجميل من مسافة 3 كيلومترات. من قدم أدنك في الأسبوع قبل الماضي وانتزع رمز وتسعيرة الحاكمة، اليوم في تسعيرة شواهين الرياسة يعود ابن السهران لينتزع الرمز ويقدم اسم آخر من مسميات حجن الرياسة وذكريات للياسات وعبر قناة ياس. وكأن ابن السهران يردد: وعبر الزمان نسير معا، وعبر الرموز نسير إلى عمان سوية. 4:23 هو التوقيت للياسات، الياسات الياسات عاشقة الكاسات. 4:23 نفس التوقيت الزمني لأدنك، ولكن الفرق هنا في 7 أجزاء من الثانية. ننقل السلام إلى أهالي السلطنة وين ما يسكن أهالي بدية، أهالي بدية دائما إنجازاتهم 100 على 100. 4:24 و7 أجزاء من الثانية، ألا وهي رهف صاحبة المركز الثاني محمد بن سهيل بن عويضان العامري، شعار غني عن التعريف. المركز الثالث 4:27 من الثانية هو وصول فالصاحبة المركز الثالث حارب بن مغير بن سالم العميمي. المركز الرابع مناورة أتت مع المركز الرابع عبيد بن سالم بن جرش الغفلي، 4:27 و5 أجزاء من الثانية. بينما المركز الخامس كان الوصول ألا وهي سمحة التي تعثرت عند الانطلاقة ولكنها أتت مع المركز الخامس، 4:31 و3 أجزاء من الثانية. هو توقيت سمحة لخالد بن سعيد بن بروك الحميري. هكذا